الموضوع صراحة جوابي لسؤالك انه في ضغط عالي كثير على المستشفيات، ما في تنظيم ابدا. يعني انا لما رحت اخذ عمليتي تاخرت عن الفحص، المفروض تروح بكير عشان العمليه تمام، فتاخرت تقريبا تقدر تقول 10 دقائق، فبقول له انه ما ضلش اسره. طب بقول له المفروض على 8 جايك مثلا 8:30 او 8:30، ليش ما فيش اسره؟ ليش؟ طب انا ما اخذ موعد. فهاي من احد الاسباب صراحه يعني بتؤدي لاخطاء كثير. يعني هو اللي بيتعامل مع المستشفيات الحكوميه بيعرف انه في عليها ضغط كثير، أطباء عندهم خبرة كبيرة، لكن هي غالبا الضغط الحاصل على المستشفيات هي اللي بيعمل الأخطاء الطبية. يعني ممكن يكون الضغط الكبير على المستشفيات الحكومية، وممكن يعني احتمال أو يعني يكون نسبة بسيطة أو الله أعلم، يعني إنه التعيين أو إجراءات التعيين ممكن ما بيختاروا الأكفأ، ما أعرف إذا في دخل في الواسطة أو المحسوبية لها علاقة، ما بعرف. بس إن شاء الله إنه هاي يعني المشكلة كلها يعني تروح من البلد بشكل عام، هي الواسطة أو المحسوبية إذا أنا موجودة ممكن يكون له دور. بس برضه الضغط على المستشفيات الحكومية يعني كثافة سكانية عالية، ممكن تلاقي في الأماكن اللي فيها الأخطاء الطبية ملحوظ، إشي ملحوظ يعني مبين. الضغط الطبي والعجقة تعتهم كلها هيتها، لما تنعجق أنت والكادر الثاني بطل تعرف شو بدك تسوي، يؤدي لإيش؟ حالة وفاة. وإذا ما حلت لحالة وفاة تسجل خطأ طبي نفس الوقت. الضغط الكبير على المستشفيات لأنه الفترة اللي مرقت خلال تقريبا 3 سنين من كورونا صار ضغط كبير عليهم، والمتدربين ما أخذوا فرصتهم كمان أنهم يتدربوا، خصوصا إلكتروني. يعني ما أعتقد أنه الدكتور راح يعرف يفهم إلكتروني أو أنه راح يعرف يقدر يتدرب عمل إلكتروني أو شغل زي هيك. يعني سببها أنه المراجعين يعني بده يكون أطباء بمستشفى مثلا إلال ما بيلحقوا، مثلا بيجي 500 مراجع أو 600 أو على الباب بتلاقي 30 واحد، شو بده يلحق يشوف هذا إيش سبب مثلا؟ يعني سمعنا امبارح أنه عشان الزايدة، فيش مجال اللي أنا بحكي يعني باعتقادي أنا إنه إيش إنه يفحصها يتمعن فيها مثلاً فحص كامل يصوروها يعملوها، فلازم يكون في وقت لهم، ما بعرف كيف يعني خلاص واحد حالي حرجة يفحصوها فحص كامل، ما يستعجلوا بالإشي. بالنسبة للأخطاء الطبية هي في عاملين بدخل في الموضوع نفسه، الضغط الشديد اللي على الأطباء وبربكهم في هاي الحالة، يعني الكادر الطبي خاصة بالمستشفيات الحكومية لا يكفي 25% من المرضى الموجودين يعني. والنقطة الثانية أنه قلة الخبرة، فهذول بيجتمعوا الاثنين بترتب عليه أخطاء طبية قاتلة يعني.